خلوني يا أبا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأشكر محبة واتضاع الأباء لأني أنا أصغرهم في كل حاجة، لكن الواحد بيتعلم منهم كتير. الروح القدس والتوبة خلوه يعني موضوعنا النهاردة، لأن ساعات الواحد بيتهيأ له ان هو اللي بيتوب، او كتير من الواحد بيعتبر ان التوبة ده بقى عمل الانسان. يعني ممكن نقول التعزية عمل الله، المعجزات عمل الله، البركات عمل الله، انما التوبة دايما احنا بنركز ان ده قرار شخصي، وده ندم الانسان على خطيته، وده دور الانسان اكتر. لكن الحقيقة لو رجعنا افكار الكتاب المقدس هنلاقي ان التوبة هي عمل الهي قبل ما تكون عمل بشري، وان العمل البشري يقتصر على التجاوب مع عمل الله فينا. ده يمكن اللي خلى النبي في العهد القديم يقول له توبني يا رب فأتوب لأنك أنت إلهي. توبني يعني أنت اللي تخليني أتوب، أنا مش عارف أتوب. وكتير من الواحد يقف كده في سؤال، أنا مش عارف أتغير. ما هو التوبة يعني تغيير، يبقى حاسس بالعجز، أتغير إزاي؟ وده اللي بنعمة ربنا نحاول يعني نمشي فيه شوية من الكتاب المقدس. أول آية عن عمل الروح القدس والتوبة ناخدها من يوحنا 16 الإصحاح المشهور اللي كان ربنا يسوع المسيح بيكلم تلاميذه فيه ليلة صليبه، وكنيسة بتسميها إصحاحات الروح القدس. في يوحنا 16 من عدد 7 يقول: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. أول كلمة في موضوع الروح القدس والتوبة هي كلمة التبكيت. الروح القدس هو اللي بيحركنا للتوبة بالكلمة بتاعت التبكيت. التبكيت ده كلمة عجيبة وكلمة غريبة، تقول عليها التأنيب، النخس زي ما استخدمها لوقا في أعمال 2 لما قال نخسوا في قلوبهم، هو اللي بيرجعنا لنفسنا زي في لوقا 15 على الابن الضال. التبكيت صوت داخلي يوبخ الإنسان على حياته. كنا نتوقع ان ربنا يسوع يقول يبكت العالم على خطية، طبعا هو يعني الواحد ربنا هيبكته على ايه غير على خطية؟ انما قال ثلاث حاجات: يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينون. وعشان ما يسيبناش نجتهد كتير ربنا يسوع شرح فقال: اما على خطية فلانهم لا يؤمنون بي. نقول له: يا رب احنا عندنا خطايا غير كده كتير، عندنا كذب وعندنا شتيمة وعندنا كراهية وعندنا، هي يعني بس الروح القدس هيبكت على عدم الايمان؟ الاباء يقولوا ان كل الخطايا مرتبطة بعدم الايمان، واذا وجد الايمان تهرب الخطية. ليه؟ فكروا في اي خطية هتلاقوها مرتبطة بعدم ايمان. هو ليه الواحد بيكذب؟ لانه مش واخد باله ان ربنا سمع وشايف. انما لو عنده ايمان قوي بحضور الله مش هيعرف يكذب. يوسف الصديق ايه اللي خلاه ما يغلطش؟ ايمانه.
انه ربنا حاضر فقال حاشا لي ان افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. طب ما حدش شايف. ايوه بالنسبة للناس كلها مفيش حد، انما بالنسبة ليوسف لان في ايمان ما يقدرش يقع في الخطيه. فيبكت العالم على الخطيه كأن الروح القدس بيغوص ورا كل الخطايا ويدق على القلب في كلمه واحده بس، فين ربنا منك؟ فين حضوره؟ فين كلامه؟ فين وعوده؟ لو عندك ايمان ما كنتش هتعمل كده. فكروا في اي خطيه، محبه المال مثلا اصل لكل الشرور، محبه المال خطيه عدم ايمان. ما هو لو الواحد شايف السماء قدام عينه بشكل واضح ومتاكد ان في ابديه جميله مستنياه وفهم كل اللي قاله ربنا يسوع وحفظ وصاياه وانشغل بوعوده، ما كل ده اسمه ايمان. لا يمكن الفلوس تغريه، انما اللي بيخلينا ننشغل بالفلوس زياده ايه؟ عدم ايمان. اللي عنده ايمان مش هيبص للفلوس، وعلى قد ما يكون ايمانه قوي على قد ما الفلوس تبقى تحت رجليه، لانه متاكد ان ربنا اكبر واهم كتير قوي من الكلام. يبكت العالم على خطيه، اما على خطيه فلانهم لا يؤمنون بي. يعني لما الروح القدس بيدق على قلب الواحد على اي خطيه عملها بيقول له بيوشوشه انت مش ما عندكش ايمان. فالواحد فينا ساعات يستعجل ويرد يقول له لا رب انا عندي ايمان طبعا، يقول له لا ما عندكش، انت لو كان لك ايمان مثل حبة خردل كنت ايه؟ كنت نقلت جبل من الخطايا الغلط كان ممكن يتنقل، بس لو في حبة خردل ايمان. وفي موضع اخر يقول المسيح له المجد متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض. يعني كأن الايمان ده عملة نادرة قوي مش سهل، لان اللي عنده ايمان حقيقي مش هيعرف يغلط. الروح القدس هيدكته على اصغر خطية، لان اصغر خطية تساوي عدم ايمان، تساوي عدم ايمان على طول. عشان كده علاج كل الخطايا هو برضو كلمة الايمان. لو الواحد فينا عنده ايمان حقيقي ان ربنا حاضر في كل لحظة مش هيغلط، ولو عنده ايمان بالابديه اللي مستنياه هيمسك فيها تمام ومش هيمسك في الدنيا وهكذا. طيب دي يمكن واضحه شويه، يبكت على خطيه لانه طبيعي احنا بنستخدم كلمه التبكيت على الخطايا، انما يبكت على بر دي اللي غريبه شويه. يعني الواحد يعمل حاجه كويس يقوم الروح القدس يبكته، يعني يوبخه انه عمل حاجه كويسه. طب معناته ايه الكلام ده؟ يقول ربنا يسوع يقول ايه؟ اما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني ايضا. شوفوا في الحياه الروحيه الواحد يبدا بالتوبه عن الخطايا الكبيره، يعني لسانه معوج شويه يظبط، ومثلا كان بيكره حد يصالحه وبيعتبر نفسه ايه؟ خلاص بقى. يا روح القدس مش راضي يسكت، لو انا بقيت كويس ما انا بطلت اكذب، بطلت احلف، بطلت اشتم، بطلت اكره. يلاقي الروح القدس مش راضي يسكت، يبكت برضه. طب يبكت ليه تاني؟ ما خلاص خلصنا الخطايا. يقول له لا، يبكت على بر لم تصل اليه بعد. يبقى الروح القدس مش شغلته انك تسيب خطيه، ده الروح القدس شغلته كمان يفضل يبكتك لغايه ما تبقى في بر المسيح. طب ما بر المسيح ده بعيد قوي، معلش، ما عشان كده ما بيبطلش شغل لاخر العمر. وعشان كده احنا ككنيسه قبطيه غاويين قوله التوبه المستمره دي، شغلتنا في الدنيا دي نتوب. وتسمع واحد من القديسين عجوز ويعني حياته كلها في البريه وقداسه وعظمه، وتقول له في اخر حياتك بتصلي تقول ايه يا ابونا؟ يقول لك بقول له يا رب هبني ان اتوب. تتوب؟ توبة دي سيبها لنا احنا اللي لسه في الدنيا بنخطي او الخطا. نقول لا، احنا عايشين عشان نتوب. تتوب ليه تاني؟ مفيش خطايا من المعروف خالص عنها موجودة. يقول لا، ده التوبة دي انا باصص على المسيح البار القدوس، ففين انا منه؟ فالروح القدس عمال يفرق جوه، عمال يبكت على بر.
طب لأننا مش شايفين المسيح بعنينا، وده اللي بيقوله بقى ربنا يسوع المسيح، يبكت على بر لأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا. فاحنا مش شايفين بر المسيح، فممكن الواحد فينا يكتفي ببره. يعني الواحد يقول ايه؟ الحمد لله بقينا كويسين، او الحمد لله احسن من غيرنا. على طول اللي يقول كده يعرف انه بيطفي الروح القدس، لان ده مش كلام الروح القدس ابدا. فالروح القدس لاننا مش شايفين المسيح بعينينا دلوقتي، فقد نكتفي ببرنا. يعني ممكن نرضى على نفسنا ونفتكر نفسنا خطينا الخطوة المطلوبة وسيبنا الخطايا، يبكتنا على بر المسيح حتى ان كنا لا نراه. ده عمل الروح القدس. عشان كده المسيح قال خير لكم ان انطلق. يا رب لا، مش عايزينك تمشي، خليك معانا، مش عايزين اي حاجة تاني. يقول لا، ده الروح القدس لما يدخل فيكم هيعمل شغل يمكن اكبر من حضور المسيح عيانا، لانه وان كنا لا نراه لكن نؤمن به. والروح القدس يفضل دايما يفكرنا ببر المسيح، بكمال المسيح، يحطنا في مواجهة دايما مع ربنا يسوع المسيح البار القدوس. فالواحد يبص في الارض يقول له انا ولا حاجة، حتى لو كان خلص يعني الخطايا المعروف. لا، خطايا ايه ده؟ احنا بنتكلم مش في خطايا، احنا بنتكلم في قداسة مطلوبة. فيبكت على بر، اما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني ايضا. يعني انا طالع السماء ومش هتشوفوني، انما الروح القدس هيعمل ايه؟ هيوريكم بر المسيح، وهيحطكم في مواجهة مع بر المسيح، ويبكتكم على كل بر في المسيح لسه ما جبتهوش، لسه ما وصلتلوش. فالواحد يفتكر نفسه كويس، وبعدين يبص على تواضع ربنا يسوع المسيح، يقول يا رب انا لسه ما ابتدتش التوبة خالص، انا في الموضوع ده طلعت متكبر خالص. يبص مثلا على وداعة ربنا يسوع المسيح، يقول له لا، خلي الروح القدس يشتغل براحته، فين انا من وداعة المسيح، وهكذا. يبقى التبكيت لا ينتهي بنهاية الخطايا المعروفة، لا. عارفين زي ايه؟ كأن الخطايا دي تحت الصفر. فالواحد مثلا ناقص 50، يبتدي الروح القدس ياخدنا من تحت الارض، من تحت الصفر، ويطلع بينا شوية شوية شوية. احنا فاكرين اخرنا الصفر، يعني لما نوصل للصفر نشم نفسنا خلصنا الخطايا اللي عارفينها. نلاقي الحكاية لا، ده احنا يدوب وصلنا للصفر، لكن لقينا ان الحكاية اطلع بقى 1 2 3 معاك لما لا نهاية، اللي هي كمال المسيح نفسه او بر المسيح. مين اللي بيسوق السكة دي كلها؟ اللي واخدنا من تحت الارض من الزبالة خالص، الروح القدس. ايا كان انت ناقص كام، يشيلك ويجيب ايدك ويشدك، ويطلع خطوة 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 ويعدي الصفر. الصفر اللي هو ايه؟ الكمال الاجتماعي او الانسان المثالي في الدنيا، اللي هو يعني بيتفادى الخطايا المعروف. لا لا، فين ده من المسيح؟ ويبنوا بنا الى قياس قامت ملء المسيح. طيب، في السكة اللي كلها توبة دي، يجي عدو الخير ينكد علينا كعادة. فممكن يقول لك حاجة من اتنين الشيطان مشهور بيهم، يا يجي يقول لك في ودنك اليمين يسقف لك، يقول لك برافو انت بقيت قديس عظيم عشان تبطل، عشان تقف على كده. او يجي في ودنك التانية يقول لك انت ضايع ومالكش لازمة ومفكش فايدة، وديك مشيت كل ده وقعت تاني. مشهور الشيطان بالحركتين دول. حتى القديس يوحنا الدرجي له تعليق جميل في سلم السماء، يقول ايه؟ اضرب الواحد باخوه. يعني ايه؟ يعني لما يجي لك الشيطان من يمينك يقول لك انت بقيت قديس، قل له صاحبك امبارح كان لسه بيقول لي انت ضايع ومش نافع. لما يجي يقول لك انت ضايع ومش نافع، قل له لسه اخوك كان بيقول لي انه انت بقيت كويس. يعني ايه؟ لما يضربك بفكر يأس امسك فيه رحمة ربنا، لان ساعات الشيطان يغرقنا بقولة الرحمة. يقولك ربنا رحمته واسعة، سيدي اغلط زي ما كل الناس بتغلط، ديتها اعتراف.
ده كلام يضيع طبعا. ساعتها اقول له ده الشيطان صاحبك كان لسه بيقول لي في جهنم في دينونة، هتروح فين من ربنا؟ ولما يجي يقول لك هتروح فين من ربنا اقول له لسه صاحبك كان بيقول لي رحمته واسعة قوي. فاهمين الفكرة؟ يعني هما الاتنين بيقولوا نص الحقيقة. طب حط دي جنب دي عشان ما تقعش. ايه علاقتها بدي بموضوعنا؟ لانه بيقول يبكة العالم على دينونة. طب على خطية مفهومة، لما يكون في حاجة غلط الروح القدس يزن انه لازم تسيب الغلط، وعرفنا ان الغلط اساسه عدم ايمان. ويبكت على بر يقول لك لازم تبقى بار، انت فين من بر المسيح؟ طب على دينونة، يعني اوعى تقول في لحظة الشيطان غلبني، يقوم الروح القدس يقول لك لا، الروح القدس الشيطان مغلوب. اول ما تقول له الشيطان غلبني او الشيطان بيوقعني، يرد الروح القدس جواك ويقول لك ايه؟ رئيس هذا العالم قد دي. ما تقولش كده، ما تقولش الشيطان غلب، الكلام ده كان قبل الصليب، انما دلوقتي رئيس العالم اتغلب. يعني زي ما تقولوا ايه؟ مالكش حج، مالكش حجة انك ايه تحط العذر على الشيطان، لانه ده اتغلب، انت اللي رايح له برجليك. ليه؟ ما يقدرش عليك، مش مفروض يغلبك تاني، لانه ده خد الضربة القاضية من بدر، فالمفروض انه ما يغلبكش. فيبكتنا على دينونة، يعني يفكرنا ان احنا بنعمة ربنا اقوى من الشيطان، ولينا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضرنا شيء. كمان البعض بيقول يبكت على دينونة لان لما الواحد فينا يتراخى في الطريق الروحي ويتهاون في توبته، تلاقي الروح القدس المعزي الطيب اللي دايما يفكرنا برحمة ربنا يفكرنا بايه كمان؟ بالدينونة، يفكرنا بالدينونة عشان تبكتنا. يبقى الروح القدس هو اللي بيعمل كل الشغل في التوبة تقريبا، هو اللي بيحرك قلبنا نكره الخطية ويقول لنا دي عدم ايمان. محدش فيكم يقول ايه انا عندي ايمان خلاص. عشان كده بصراحة بعض الكنائس اللي دايما تقعد تقول انا امنت خلاص، كلام ده الحقيقة الواحد بيقف قصاده كده مستغرب، امنت خلاص ازاي؟ اذا كان التلاميذ بعد 10 سنين مع المسيح وبعد ما عملوا معجزات بايديهم سمعوا من ربنا اكتر من مرة كلمة يا قليل الايمان، بقى بطرس يطلع قليل الايمان وحضرتك تطلع امنت خلاص؟ ازاي يعني امنت دي يعني ايه؟ هو الايمان ده ابيض واسود؟ طب وهو انت لما امنت جبت حبة الخردل ولا لسه؟ طب فين الجبال اللي بتنقلها؟ احنا نقف دائما في حيرة قدام كلمة الايمان. احنا مؤمنين، ايوة بنعمة ربنا مؤمنين، انما صدقوني ايضا غير مؤمنين، او على الاقل قليل الايمان. لازم نعترف بكده، لما نعترف بكده هنتوب، انما لما تعتبر نفسك امنت بمعنى انك انت خلصت كده، اعرف ان الروح القدس بطل يشتغل، ودي اخطر حاجة في حياة الانسان، لان اللي بيسوقه للسماء سكت خلاص، طب ما كده هتروح السماء من ايديك. انما لما تعيش دايما وانت حاسس انك قليل الايمان، ضعيف الايمان، حتى لو قلنا عديم الايمان، قول مع الراجل الطيب اللي قال للمسيح اؤمن يا سيد ولكن اعن عدم ايماني، يعني انا مش عارف انا مؤمن ولا لا، اعن عدم ايماني. كل مرة الواحد يقول في القداس اؤمن اؤمن اؤمن، يبقى عاوز يقول في سره اعن يا رب عدم ايماني، ده انا لو عندي ايمان حقيقي ما كانش ده بقى حالي، مش كده؟ يبكت العالم على خطية، اما على خطية لانهم لم يؤمنوا بي، وعلى بر لاني ذاهب الى ابي ولا ترونني بعد، وعلى دينونة لان رئيس هذا العالم قد دين. مش بس كده، مش بس دور الروح القدس التبكيت، انما لاننا واحنا مع التبكيت الواحد بيصغر قدام نفسه، وتكبر الخطية ويحس ازاي انا عملت كده،
ومع محبته لربنا يصعب عليه انه جرح ربنا وسبب له كل الالام دي. ممكن يتزحلق في ايه في السكة دي؟ يقع فيه يأس، او يقع فيه نوع من الضيقة والكآبة. الروح القدس اللي بيبكت اسمه الروح الايه؟ المعزي. ده عمل في التوبة. عجيبة التوبة المسيحية. التوبة المسيحية غير التوبة برا المسيحية خالص. التوبة برا المسيح، برا الروح القدس، مجرد ندم، وقد يكون فيها نوع من محاولة تبطيل الخطية، او محاولة ان الواحد يجمل نفسه، لكن ما فيهاش قوة خارجية، ما فيهاش تعزية، ما فيهاش تشجيع. ده حتى كلمة الباراكليت ساعات يفسرها على انها المحامي مش بس المشجع او المعزي. يعني الروح القدس زي ما بيدوس عليك ويبكتك، هو كمان جوه قلبك يشجعك، يقول لك اول ما يلاقيك اتهزيت كده يقول لك بس اوعى تنسى ان ربنا بيحبك قوي، وربنا عمل كل ده عشانك، وربنا ما استخسرش دمه فيك، وربنا رايح يحضر لك السماء، وقايل لك لا تخف ايها القطيع الصغير ابوكم سر ان يعطيكم الملكوت. ايه التعزيات دي كلها؟ ده شغل الروح القدس. يبقى الروح القدس يبكت ويعزي، والاتنين مهمين جدا في التوبة. لو يبكت بس الواحد ممكن ييأس او يفقد رجاءه او يتخنق من كتر التوبة، انما التعزية ترفعه ويبقى الدموع في عينيه بس السلام في قلبه. وعشان كده التوبة المسيحية تجمع مشاعر حزن شديد وفرح شديد. حاجة غريبة جدا. اقرأ قصص التوبة اللي في الكتاب تلاقي كده المرأة الخاطية دموع حارة وبتقدر تنشف دموعها بشعر راسها ومش عارفة توقف الدموع من كتر الانفعال، انما تنتهي القصة بايه؟ اذهبي بسلام، ايمانك خلصك. تلاقيها كانت طايرة من الفرح. السامرية الكئيبة فرحانة جدا وهي داخلة تبشر بالمسيح. ذاك العشار نفس الكلام، ايه الحكاية؟ الابن الضال عرفان من عشته وصعبان عليه من نفسه وراجع، انما ايه؟ شو ابتدأوا يفرحون، وافرح ملهاش اخر في قصة الابن الضال. الروح القدس هو اللي يعمل المعادلة العجيبة دي، الحزن والفرح مع بعض. عشان كده الكتاب يقول طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون. على فكرة يتعزون مش لازم في الدهر الآتي، هنا كمان. اللي بيحزن حزن التوبة بيتعزى دلوقتي بتعزيات الروح القدس، وبيفرح أفراح سماوية من دلوقتي. صحيح في أفراح سماوية مستنياه، إنما من دلوقتي كمان هيدوء التعزيات الإلهية بعمل الروح القدس. وعشان كده معلمنا بولس في إصحاح طويل كتبه عن الحزن وأنواعه، كورنثوس الثانية 7، اتكلم عن حزن العالم الذي ينشئ موتا، أما الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. ويقعد يقول لنا أصل الحزن اللي في شغل ربنا ده كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الغيظ من الخطية، بل من الشوق من التخلص من الخطية، بل من ويفضل يحكي لنا الحزن ده عمال يعمل فينا ايه لغاية ما نطرد الخطية طرد ونبقى في قمة السعادة. يبقى الروح القدس اللي بيبكتك هو اللي بيعزيك، واللي بيحزنك هو اللي بيفرحك. بس ده حزن روحي وفرح روحي، لا له علاقة بحزن الدنيا ولا له علاقة بفرح الدنيا، ده عمل الروح القدس. وكأنه هو بقى ايه؟ يعني طبيب ماهر جدا، يعرف امتى يدوس على الجرح وامتى يطبطب على الجرح. ده شغله بقى، امتى يعزي وامتى يحزن. عشان كده اللي مستسلم لايد الروح القدس ينمو في النعمة بسرعة. عمل تاني للروح القدس في اتجاه التوبة، يقول ربنا يسوع عن الروح القدس يذكركم بكل ما قلت لكم. ما هو الواحد فينا ايه اللي بيحرك مشاعر التوبة؟
هو الكلام اللي قاله المسيح. انما لو احنا نسينا وصايا ربنا يسوع المسيح هنعتبر نفسنا كويسين. لو قلت لكم كلكم في المحبة عندكم محبة، كلنا هنقول ايوه طبعا. وبعدين اقول لكم طب ايه رأيكم في وصية احبوا اعدائكم، كلنا هنرجع نراجع نفسنا عندنا بس ما وصلناش لدي لسه. فهنا الروح القدس يعمل ايه؟ يفكرك، يقول لك طيب الانجيل قال المحبة لا تحتد، انت بتحتد يبقى لسه. المحبة لا تطلب ما لنفسها، انت ساعات بتطلب ما لنفسك يبقى لسه. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. كل الكلام اللي قاله الروح القدس يقعد يفكرنا بيه، كأن الروح القدس عامل جواك انجيل، نفس الانجيل ده موجود منه صورة جواك، لان الروح القدس اللي كاتبه ساكن فيك. فحتى لو انت نسيت آية هو يفكرك بيها، ولو غابت عنك في لحظة يستحضرها لك عشان يقول لك حاسب حاسب، ده اسمه إدانة، والمسيح قال لا تدين لكي لا تدان. يبقى الروح القدس له دور في التوبة، انه على طول بيشحنك بكل اللي قاله ربنا يسوع له المجد، بكل وصايا الكتاب، وهي دي اللي تخليك ما تغلطش، وان غلطت تتوب بسرعة. انما لو نسينا وصايا المسيح مش هنتوب ابدا، وعمرنا ما هنتحرك من مكاننا، او سنكتفي ان كلنا بر ظاهري. الاهم من كل اللي انا قلته انه من يمنح الغفران. افرض انت تبت وقلت له يا رب اخطيت الى السماء وقدامك، من يعطيك الحل؟ مين اللي بيقول لك مغفورة لك خطاياك؟ ما هو الروح القدس. الروح القدس من خلال الاسرار بيكمل سر التوبة بالغفران. عشان كده المسيح له المجد نافخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس. ده الكنز اللي في الكنيسة اللي محدش عارف قيمته. الروح القدس اغلى حاجة عندنا، لان الروح القدس هو اللي فيه السلطان ان ابونا يقول لك مغفورة لك خطاياك، فمن غفرتم خطاياهم غفرت. طب حد طاير؟ الحق الحق بسرعة، خلص حساباتك في الدنيا، الحكاية مش صعبة. هتتوب وتيجي الكنيسة وتطلب الحل، اذا كنت تايب تاخد الحل تطلع، ده كأنك لسه متعمد. طب ما دي عطية كبيرة قوي، دي بيعملها الروح القدس من خلال سر الكهنوت وسر الاعتراف. لكن لو انت قعدت تتوب من هنا لاخر العمر، طب خدت الغفران ولا ما خدتوش؟ وتجيبه ازاي ده بقى؟ من يعطيك الغفران الا روح الله صاحب السلطان. مش كده بس، وعلمنا بولس له كلمة جميلة في رسالة كورنثوس، لانه هو عارف كويس حكاية التغيير المستمر، او هو اللي علمها لنا يعني. فقال لنا ايه في كورنثوس الثانية اصحاح 3، كلمة جميلة لما كان بيقارن بين حالتنا في العهد الجديد وحالة شعب الله في العهد القديم، وعمال يقول لنا احنا في عز ما بعد عز، والفرق كبير قوي بين بتوع زمان وبتوع النهاردة. كانوا زمان ربنا يكلمهم من بعيد ويقولوا لموسى مش عايزين نسمع صوته، خايفين خايفين، روح يا موسى اسمع لنا وقول لنا. ويوم ما موسى يقرب قوي يبقى ايه يعني خايف ومرعوب، ولما ينزل من عند ربنا يحط برقع، فيقول احنا فين بقى في الكلام ده؟ ده احنا بنقرب قوي 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 لدرجة الروح القدس يبقى جوانا، وما عادش في بيننا وبين ربنا برقع ولا حاجة. فيقول في اخر الاصحاح ده، اصحاح جميل، يقول اما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. يعني شوفوا كل مرة تشوفوا ابونا بيفتح ستر الهيكل كده تقولوا يا سلام كنا فين وبقينا فين. او الستر ده ما كانش يتفتح غير مرة في السنة زمان على ايد رئيس الكهنة، ما كانش يتفتح حتى، ده كان ابونا اللي يعدي ويدخل، كانش يتفتح خالص، ويبقوا رابطينه كده لحسن يحصل له حاجة جوه يسحبوه. لكن ما كانش حد يقدر يبص في مجد ربنا
انما احنا على طول نفتح الستر نبقى في حضن الاب على طول. ايه ده عز العهد الجديد، نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكسوف. طب ايه المطلوب بقى؟ كما في مرآة نتغير، هذه التوبة دي نتغير الى تلك الصورة عينه، صورة ربنا يسوع له المجد، من مجد الى مجد. الحكاية ملهاش اخر، كل ما تمشي خطوة تلاقي لسه كتير في مجد تاني وراه. كما، شوفوا بقى اكملت الآية، كما من الرب الروح. يعني اتاري الشغلانة دي كلها من ايه؟ من الروح القدس اللي جواك. الروح القدس شغلته يقعد يغير فينا من مجد الى مجد الى تلك الصورة عينه. نتغير بعمل الرب الروح القدس، والتغير من مجد الى مجد ملوش اخر، واتجاهه ايه؟ الى تلك الصورة عينه، زي حكاية يبكت على بر كده. برضو معلمنا يعقوب له آية عجيبة شوية، يمكن ترجمتها صعبة تخلي بعض الناس يعني مش فاهمينها. لما بيقول ايه؟ الروح الذي حل فينا يشتاق، بتلاقيها في يعقوب 4، الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد بعد الشر. الروح القدس هيبقى عاوز يحسد؟ لا، هو مقصود بيها ايه؟ يغار علينا. الروح القدس اللي سكن فينا بيغير علينا جدا، عشان كده يقول لكنه يعطي نعمة اعظم. بمعنى يعني احنا جوانا في الدنيا تلاقي اغراءات كل شوية، الدنيا تعرض عليك مراكز وفلوس وشهوات وافراح دنيوية، فالروح القدس غيران فيقول لك ايه؟ طب انا هديك فرح احسن. طب هما بيعرضوا عليك مركز في الارض، اعرض عليك مركز في السماء. طب هما بيعرضوا عليك فلوس، هديك غنى غير محدود في الارض وفي السماء، بس مش بالفلوس. طب هما بيعرضوا عليك امان، امانهم مزيف، اعرض عليك سلام وامان حقيقي. يعطي نعمة اعظم، يشتاق الى الحسد، يعني الروح القدس بيغير علينا. وده برضو من اعمال التوبة. ازاي؟ تبقى انت ماشي بتجاهد وماشي حلو، بس في حتة لسه مش مظبوطة، يبقى الروح القدس برضو غيران، عاوز الحتة دي. فيك حتة لسه بتاعت الدنيا، فيبقى الروح القدس مش راضي يسكت، عاوز ياخدها لربنا برضو، عاوز يمتلكها لربنا. هذه فكرة يشتاق الى الحسد، يعني بيغير علينا ويعطينا نعمة اعظم عشان نقدر نتنازل عن الدنيا ونقاوم شهوات الدنيا. فيبقى عاوز يخلينا كلنا قلبا وقالبا ملك لله، كل حواسك، كل افكارك، كل طموحاتك، كل حياتك، كل اعمالك تبقى بتاعه ربنا. هذه عمل الروح القدس، وعشان كده التوبه مستمر. هنا كمان الواحد برضو يفكر في ايه؟ الروح القدس والضمير. الروح القدس هو اللي يظبط الضمير الانساني. كل بني ادم عنده ضمير، انما الضمير ممكن يتشكل بالدنيا. يعني ايه؟ يعني واحد اشتغل في مصلحة، بعد شوية لقى كل الموظفين اللي فيها بيسرقوا، فضميره هدي وبقى يسرق زيهم، خلاص محللينها. فزي ما بيعملوا يعمل، اهو ده لو مسيحي روحاني لما الدنيا كلها تسرق ضميره ما ينفعش يرتاح ابدا. ليه؟ الروح القدس بيقول له لا، لان هنا مش معياره الناس بتعمل ايه والدنيا بتعمل ايه، لا، معياره رأي ربنا ايه، بر المسيح ايه، المسيح لو مكانك كان هيعمل ايه. فالروح القدس يقدس الضمير بحيث الضمير ما يتشكلش بكلام الناس. ممكن كل الناس تستحل الغلط، ممكن كل الناس تستبيح حاجة مش صح، انما الانسان الروحاني ملوش دعوه زمنه ايه، جيله ايه. النهارده بره عاوزين يقننوا بعض الخطايا زي الشذوذ، عاوزين يعتبروها يعني حلال 100% ومظبوطه 100%. شوف الشيطان موصل الناس لايه. طيب الروح القدس يقول ايه؟ لا 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 مهما حصل. والانسان الروحاني لا يمكن يقبل الكلام ده. ليه؟ لانه الضمير مش بيتشكل بكلام الناس، هنا الضمير بيتقدس بالروح القدس.
والروح القدس ده مغيرش كلامه اللي قاله من في الكتاب، مش هيتغير الى اخر الظهور. اخر حاجة اختم بيه عشان ما تملوش، احنا دورنا ايه عشان نتوب؟ يعني الروح القدس واضح انه كتر خيره بيعمل كل حاجة، هو اللي بيبكت، هو اللي بيعزي، هو اللي بيشجع، وهو اللي بيفكرنا بكلام المسيح، وهو اللي بيدينا الغفران، وهو اللي بيطلع بينا سلمة سلمة من مجد الى مجد، وهو اللي بيحط قدامنا كمال وجمال المسيح عشان نبص عليه. كل حاجة بيعملها الروح القدس. فاضل علينا ايه؟ يقول الكتاب لا تقاوم الروح. يبقى ممكن واحد مع كل ده يقول لا يقاوم. ما انت بالليل الروح القدس يقول لك يلا نصلي بقى، مش هتصلي؟ تقول له طب ايه، انا تعبان النهارده، خليها بكره. انا اسمك بتعمل ايه؟ بتقاوم الروح. تقول لك طب مش هتقرا الانجيل؟ طب بعدين بعد الجورنال. ليه كده بقى؟ مش هتسامح اخوك؟ تقول له هو ما يستاهلش. الله، يبقى انت بتقاوم الروح. طب ما هو الروح القدس مش عارف يشتغل كده، مش لانه محدود، لا ده روح الله، انما لانه قدام ارادتنا بيحترم ارادتنا. زي ما قال المسيح، كم مرة اردت ولم تريد. فاول حاجة تخوف الواحد، هل نقاوم الروح؟ يبقى ربنا يعمل فينا ده كله، انما احنا ممكن نقاوم، ولو قاومنا هنضيع وهنبقى ناس جزدانيين بنتحرك بتعاليم الناس وافكار الناس وشهواتنا وطموحاتنا الارضية. فين بقى صوت ربنا؟ وكمان مش قال لا تقاوم الروح بس، قال كمان لا تحزنه روح الله القدوس. يعني الروح القدس ده شخص حي جواك، ضيف رقيق جدا ساكن جواك. انت قادر انك تحزنه وقادر انك تفرحه. طبعا مش ربنا بيفرح؟ السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب. انت لما تحزن روح الله القدوس لانك بتقاومه كتير، هو كمان ما يعرفش يعزيك. اقول حاجة واحتملوني فيها، سبب ان احنا اغلبنا مش فرحانين كفاية، وفي نكد كتير في حياتنا اننا نحزن روح الله القدوس. فاذا كان الروح القدس حزين، طبعا انا كمان هبقى حزين، لان الروح القدس لما يشتغل يفرح، بس انا معطله، انا محزنه لاني متمسك بالدنيا وافكارها وشهواتها. فطبعا جوانا الروح القدس محدش ينكر اننا مش عارفين ندوق الفرح الحقيقي اللي بيتكلم عنه الكتاب. ليه؟ لاننا نقاوم الروح ونحزن الروح. فالروح القدس يحزن بسبب عندنا ورفضنا لوصية ربنا احيانا وحاجات الغلط الكتيرة. ده يقول اكتر من كده، الروح القدس مش بس ضيف رقيق يحزن ويفرح، الروح القدس نار. فيقول لا تطفئ الروح. طب ده روح ربنا، وانا اقدر انا اطفي روح ربنا في مفعوله جواك، في دوره في خلاصك، في التبكيت اللي هيعمله ممكن تطفيه. اه طبعا، زي قولت لهم اذان يسمعون ولا يسمعون، ولهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لان قلب هذا الشعب قد غلظ. عايزين يطفوا، يطفوا صوت ربنا باي طريقه. طب دي حاجه تخوف. مع كل الامتيازات اللي عندنا من روح الله، وعلى كل اللي ممكن يعمله فينا روح الله ياخدنا من اوحش خطاه لاعظم قديسين، الا ان احنا ممكن نقول له لا، نقاوم ونحزن ونطفئ. ولو فضل الحال على كده لآخر العمر تيجي الكلمة المخيفة اللي قالها المسيح، قد نجدف على الروح القدس. وكأن التجديف على الروح القدس هو رفض عمل الروح القدس إلى آخر العمر. عشان كده قال حتى لو شتمتوني، كان المسيح يقول كده، لو جدفتوا على المسيح ممكن تتوب سهلا.
انما لو قاومت الروح القدس هتتوب ازاي؟ ما هو المسؤول عن التوبة، مش هو اللي بيبكت، هو اللي بيعزي، هو اللي بيذكر، هو اللي بيدي الغفران. اذا ظللت تقاوم وتطفي وتحزن، احذر لألا تجدف على الروح القدس الخطية الوحيدة اللي قال عليها المسيح ايه؟ ملهاش غفران، ملهاش غفران. ليه ملهاش غفران؟ زي ما قالها مار اسحاق ببساطة، ليست خطية بلا غفران الا التي بلا توبة. طب مين اللي بيعمل التوبة؟ الروح القدس. فاذا استمر الرفض الى نهاية العمر ده بقى التجديف، ان انت يعني بايع القضية خالص. ربنا يحمينا. نشكر روح الله الساكن فينا انه لا يهدأ حتى ينقذنا من فسادنا ويجعلنا قديسين. عشان كده بنصلي له كل يوم بدل المرة مرات، ونقول له ايها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات معطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس ايها الصالح، وخلص نفوسنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.